سي شي سيمو، انا بغيت نرجع غير واحد شويه في الكليب ديالك. كلاشيتي ديزيدروس، مالك مع ديزيدروس؟ بليط مزيان من جبت هذه القضيه ديال الكليب. انا نرجع لك لديزيدروس، ولكن نبداو بالكليب هو الاول. حيت بزاف شافوا ذاك الكليب بنادم تشوكا واحد شويه. سي فغي كو نيفو تبارك الله طلع نيفو، معاك ونيفو دي مويا كيبان داك الشيء، لي مويا كاين كل شيء الحديد. هذاك الشيء درتو اكسبخي، واللي بغيت نقول للناس اللي كيتفرجوا فينا في اجيال في المغرب وخارج المغرب، سيكو سي سيمو ما عمره ما كان بلينغ بلينغ، وما عمره ما غيكون بلينغ بلينغ، حيت انا عارفه باش منفوخه وباديها ازيرو في هذه الارض السعيده. هذه هي اول حاجه. ولكن مهم انه في الكليب يكون شويه اكسبخي. اكسبخي علاش درتو اكسبخي؟ علاش؟ باش نوري لهاد الدراري الصغار اللي كيمشي يتسلف كات كات من عند مارت شكون وكيدير بها كليب كيعيق على الشعب المغربي كامل، بانه الا بغيت تعيق على الناس عيق لهم بعدا بشي حاجه ديال بصح. بعدا كيقول لك كون سبع وكون واش فهمتيني، ماشي كتعيق لهم بشي حاجه اللي هي ما كايناش وشي حاجه اللي هي بسيطه جدا وكيتهضر عليها بزاف. هذه دو كوتي. من جهه اخرى رجعوا لديزيدروس. ديزيدروس لا لا سي كنعرفو قبل ما كيكون كيعرفو حتى شي واحد في المغرب. دخلت لداري وباقي ما كيعرفو حتى شي واحد في المغرب، وقفت معاه وباقي ما كيعرفو حتى شي واحد في المغرب. ونهار بغا يخرج البومو، اول سينجل داز ليه في الراديو انا اللي عيطت لمومو باش داز ليه هادي وعطيته الكونتاكت، بزاف ديال اللي جات زوينين، وهادشي كامل في سبيل الله وفي سبيل الراب المغربي، ما كنتش كنتسنى حتى شي حاجه. مالوغوزمون هذاك السيد كيخدم ولكن ما صافيش. تو سامبلومون هذا هو الجواب اللي نقدر نعطيك على هذا السؤال. زعما داكشي شخصي ولا داكشي في شويه ديال الشخصي اكثر من حاجه اخرى، حيت كما قلت لك كيخدم حيت كون ما كانش كيخدم ما نقدرش نعاونو. عاونتو بدي كونتاكت مع الناس لا دابا خلي انا غنجيك لهذا الموضوع حتى هو. مي كما قلت لك خدمه كيخدم مي ما صافيش. ولا ذكر هذه القضيه ديال كي كتجيك الموسيقى ديالو كي كتجيك كتابته ما كنفهمش علاش. وهذا ميساج لكاع الناس، واقيلا نشوف في هذه الكاميرا، هذا ميساج لكاع الناس اللي كيديروا الراب في المغرب اللي يلاه بادين، ما كنهضرش على الكبار حيت الكبار عارفين شنو كيديروا. ما كنفهمش علاش كتكون ولد عائله ومربي وترونكيل في حياتك، ها كتشد السيلو ورقه كتولي خايب وكتولي صحاح وكتولي كتكتب بالسيلو حمر، كتب بقلم الرصاص باش الا غلطتي كتمسح بقومه وكتصحح وكتزيد. هذه نصيحة دير لي بغيتي.